تاني فيتامين يا جماعة في مجموعة الفيتامين بي كومبلكس وهو فيتامين بي 2. فيتامين بي 2 اسمه الرايبوفلافين. الرايبوفلافين ده بيتكون من حاجتين مهمين جدا، سكر خماسي واسمه الرايبيتول، زائد نيتروجينس بيز اسمها فلافين رينج او ايزو الوكزاسين رينج. يبقى الفيتامين بي 2 تركيب الكيميائي سكر خماسي بيبقى واخد الدي فورم، يعني الاو اتش بتبقى على الليفت سايد، بنسميها دي رايبيتول زائد فلافين رينج، الرايبوفلافين دي رايبيتول زائد فلافين رينج. سورسز بتاعته بقى انيمال سورس وبلانت سورس والقصه دي كلها سيبك منها. اي الرايبوفلافين او فيتامين بي 2 له دور مهم جدا، وظيفته في الجسم ايه؟ احنا قلنا كل فيتامين بي كومبلكس كو انزيم، بيشتغل ككو انزيم، بيشتغل ككو انزيم. ازاي بيشتغل ككو انزيم؟ ان بيدخل في بعض التفاعلات الكيميائيه بيحصل له فوسفورايليشن، بيتحد يعني مع فوسفيت جروب ونيتروجينس بيز اخرى. ما هي الفلافين رينج دي نيتروجينس بيز، ممكن تتحد مع نيكوتين تتحد مع ادينين، الادينين دي نيتروجينس رينج اخرى. المهم يعني الخلاصه الكلمتين اللي هتعرفهم ان الرايبوفلافين بيدخل في تكوين مادتين مهمين جدا. الماده الاولى بنسميها فلافين مونو نيوكليوتايد اف ام ان، دي بتنتج ازاي؟ بتنتج من اتحاد الرايبوفلافين مع فوسفيت جروب، مع فوسفيت جروب، فيديني فلافين مونو نيوكليوتايد. اي نيوكليوتايد زي ما هتعرف من الدي ان ايه بيتكون من ثلاث حاجات، نيتروجينس بيز، سكر خماسي، وفوسفيت جروب. طب الرايبوفلافين بيتكون من ايه؟ نيتروجينس بيز، في نيتروجينس بيز اللي هي الفلافين رينج، سكر خماسي اللي هو دي رايبيتول، اما بيتحدوا مع فوسفيت جروب اتكون نيوكليوتايد، النيوكليوتايد ده اسمه فلافين مونو نيوكليوتايد. طيب بعد كده الفلافين مونونيوكليوتايد بيتحد مع نيوكليوتايد تاني اسمه ادينين مونونيوكليوتايد عشان يكون لي فلافين ادينين داي نيوكليوتايد. يبقى الرايبوفلافين بيدخل في تكوين مادتين مهمين جدا، الماده الاولى اللي هي الاف اي دي اللي هي الاف ام ان فلافين مونونيوكليوتايد، والماده الثانيه اللي هي فلافين ادينين داي نيوكليوتايد. الاف ام ان والفاد دول بيشتغلوا بيساعدوا بعض بيشتغلوا ككو انزيم للاوكسيدو ريدكتيز انزيمز، لانزيمات الاكسده والاختزال. اي اوكسيدو ريدكتيز انزيمز ممكن يستخدم الفاد والاف ان ام ككو انزيم. طب بيشتغلوا ايه؟ بيعملوا ايه يعني ككو انزيم؟ وظيفتهم ايه في التفاعل بالظبط؟ بيشتغلوا كهيدروجين كارير، كهيدروجين كارير. الاف ام ان ممكن يشيل اتش 2 من ماده ينقلها للماده الثانيه، والفاد يشيل اتش 2 من ماده ينقلها للماده الثانيه. الاف ام ان لما يشيل اتش 2 يتحول الى اف ام ان اتش 2، والفاد اما يشيل 2 هيدروجين اتوم ينقلهم من ماده للثانيه بيشتغل كفاد اتش 2. الخلاصه ثاني ان الرايبوفلافين اللي هو الفيتامين بي 2 بيشتغل ككو انزيم. ازاي بيشتغل ككو انزيمز؟ بيشتغل ككو انزيم عن طريق ان هو بيشتغل كهيدروجين كارير، كهيدروجين كارير. ازاي بيشتغل كهيدروجين كارير؟ بيدخل بيتحول الاول لفلافين ادينين داي نيوكليوتايد وفلافين مونو نيوكليوتايد. الفلافين مونو نيوكليوتايد والفلافين ادينين داي نيوكليوتايد دول اسمهم كو انزيمز، بيشتغلوا كهيدروجين كارير، بيدخل في تركيبهم الفيتامين بي 2. واخلص بقى، واخلص عشان ما تقعدش توجع دماغك. طيب هنتكلم الاول عن وظيفه الاف ام ان، الفلافين مونو نيوكليوتايد اللي هو بيدخل في تركيبه الرايبوفلافين. الفلافين مونو نيوكليوتايد مهم لحدوث تفاعلين مهمين جدا. التفاعل الاول وهو الاوكسيديتيف دي امينيشن بتاع بعض الامينو اسيد، في بعض الامينو اسيد بتشيل منها امينو جروب وبتعمل لها اوكسيديشن، فبنسميها الاوكسيديتيف دي امينيشن لبعض الامينو اسيد. في تفاعلات بتتم في الميتوكوندريا بنسميها ريسبيراتوري تشين رياكشن. التفاعلين دول الاوكسيديتيف دي امينيشن لبعض الامينو اسيد والريسبيراتوري تشين رياكشن بتحتاج الاف ام ان ككو انزيم فيهم. طيب الفاد بيشتغل له دور في الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات والميتابوليزم بتاع الليبيد والميتابوليزم بتاع السام امينو اسيد، بيشتغل في الكربوهيدرات والليبيد والامينو اسيد، بيشتغل ككو انزيم. لو واحد حصل له نقص في فيتامين بي 2 او نقص في الرايبوفلافين بتظهر بعض الاعراض. بص الرايبوفلافين الاعراض النقص بتاعته ايه؟ ده بيبتدي بالار، يبقى الاعراض بتاعته هتظهر في الراس. هتظهر فين؟ في الراس. احنا بنلخصها كده، ايه هي الحاجات اللي في الراس؟ موجود عندي في الراس لسان،
بيحدث التهابات وتشققات في اللسان بنسميها جلوسايتس. ايه تاني موجود في اللسان؟ شفه جنب اللسان لب، بيحدث انفلاميشن في اللب، دراي انفلامد لب، اللب بتبقى ملتهبه وناشفه. ايه تاني موجود في جنب الشفه جنب اللب؟ موجود جوانب الفم اللي هي الكورنرز اوف ذا ماوث، بيحصل فيها انفلاميشن بنسميها انجيولار استوماتيتس، التهابات في جوانب الفم. بعد كده بيحدث السكالي درماتيتس اللي هو الجلد بتاع الراس بيبقى عامل قشور بنسميها سكالي درماتيتس. يبقى الرايبوفلافين هراجعه لك في دقيقتين بيتكون من ايه؟ بيتكون من دي رايبوتول اللي هو ده سكر خماسي زائد نيتروجينس بيز اللي هي فلافين رينج. طيب بيدخل في ايه؟ بيدخل في تركيب اتنين كو انزيم مهمين جدا. الكو انزيم الاولاني اسمه فلافين مونو نيوكليوتايد، والكو انزيم الثاني اسمه فلافين ادينين داي نيوكليوتايد. الفلافين مونو نيوكليوتايد الاف ام ان والفلافين ادينين داي نيوكليوتايد دول بيستخدموا كهيدروجين كارير في الاكسيدو ريدكتيز انزيمز. طيب الاف ام ان في بعض التفاعلات المهمه بيشتغل عليها، بيشتغل في الاكسيديتيف دي امينيشن بتاعه بعض الاحماض الامينيه، وبيشتغل في الريسبيراتوري تشين رياكشن. الفلافين ادينين داي نيوكليوتايد عشان هو داي نيوكليوتايد بيشتغل في الميتابوليزم بتاع كل المواد اللي موجوده في الجسم، في الكربوهيدرات ميتابوليزم له دور في التفاعلات بتاعتها، والليبيد ميتابوليزم والميتابوليزم اوف سام اينو اسيد. ديفيشنسي بتاعه الرايبوفلافين بتحصل مشاكل في الراس، انجولار استوماتيتس، التهاب في جوانب الفم، جوانب الفم دراي انفليمد ليب، الشفه بتبوظ وبتبقى ملتهبه، جولوسايتس اللسان بيحصل فيه مشاكل والتهابات، وسكالي درماتيتس القشر بتاع الجلد بتاع الراس بيعمل سكيل بيعمل قشور. طبعا الديفيشنسي ممكن تحدث كمان في النيو بورن اللي عندهم هايبر بيلوروبينيميا، لان الاطفال اللي بيبقى عندهم هايبر بيلوروبينيميا اطفال نازلين مولودين وعندهم صفرة، فبيعالجوهم بالفوتوثيرابي، بيعالجوهم بالاشعاع. هذا الاشعاع او هذا الضوء اللي بيتعرض ليه الطفل اللي عنده الصفرة عشان يقلل نسبة الصفرة اللي عنده ممكن يكسر الرايبوفلافين، لان فيتامين بي 2 very sensitive to light. تالت عندي بقى احكي لها، انا خلصت فيتامين بي 1 وبي 2، هخش في تالت حاجة عندي في فيتامين بي كومبلكس وهي النياسين او النيكوتينيك اسيد.